السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا بقالي مدة ما بجيش، كنت تعبانة بس بقول الحمد لله. الواحد بيقول طبعا ايه الحمد لله، وان احنا كويس ان احنا بنقوم وبنمشي وبنتحرك، وغيرنا ما بيقدرش يتحرك وبيبقى في مكانه ويتمنى ان هو يقف على رجله. ربنا يا رب يشفي كل مريض ويدي الصحة لكل واحد يا رب، ويديكوا الصحة جميعا. اولا النهارده جايه لكم ايه يعني، طبعا بصوا عشان قعدت فتره فبقيت ما عنديش صابون خالص ولا حتى قشر برتقال ولا اي حاجه، فانا جبت ايه، جبت كيلو واحد صابون. ماشي، هنقول ايه الاول؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا حلقتنا الجميله. من كيلو صابون واحد هنعمل اكتر من 10 كيلو كمان ما شاء الله زي الفل. انا بقولك لو انت مش عندك قشر البرتقال، لو عندك قشر البرتقال ادخلي على الحلقة بتاعت الصابون بتاعت قشر البرتقال، هتغنيكي عن كيلو ايه الصابون. بس انا عشان ما عنديش قشر برتقال، بصي انا جبت كيلو صابون، ايا كان بقى التمن مش مشكلة، عايزة ايه اخضر اصفر زي ما انت عايزة. كيلو واحد اهو ما شاء الله زي الفل. بصي نمشي بالراحة كده واحدة واحدة، ودول معلقتين بالظبط ملح، ودول معلقتين سكر. السكر لو انت عندك وفي ميه مش مشكله، احنا عايزينه يعني اي سكر عندك قديم مش لازم اللي بتشربي بيه الشاي. فانا عارفه هتقولي لي السكر غالي، انت كل اللي هتاخديه معلقه واحده او معلقتين، بس يكون سكر قديم عادي يعني. حلو، بعد كده عندك معلقتين اتنين دقيق، بصي معلقتين مش اكتر. بعد كده بتجيبي بصي دول بالظبط معلقتين بطاطس، مش اكتر من كده يعني، بصي قد ايه صغيرين جدا، معلقتين مش هتاخد اكتر من كده. حلو، بعد كده الطبق بتاعنا الحلو الجميل ما فيهوش اي حاجه، ودي العصايه او الخشبه ايا كان اللي عندك تعملي بيه، خشبه عصايه معلقه اي حاجه هتعملي بيها هتديكي نفس النتيجه. حلو، بعد كده بنجيب اللهم صل على النبي ده لترين ميه اتنين. بصي بقى انا بعمل ايه، اول حاجه بصي بسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وباخد قد ربع لتر ميه. بصي اهو بالظبط ربع لتر ميه. الربع لتر ده بعمل فيه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده نسمي بسم الله، وهنعمل فيه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ده البطاطس. البطاطس ده بصي يعني لازم تحطيه وانت بعيد عنه، بصي تحطيه كده وانت تبقي بعيد، بصي بيه شويه، بصي حتى هو متغطي بالكيس مش مشكله يعني. هو بصي انا سبته اهو، حطيت الكيس اللي انا عملت بيه وغطيته وسبته بركنه كده على جنب بعيد، مش عايزاه دلوقتي خالص. حلو، بعد كده بجيب الخشب الطبق، طبعا انا معايا 2 لتر خدت منهم ربع لتر. طب انا بحط هنا قد لتر ميه، بصي بحط الدقيق وبقلب ده كويس. بصي بتقدري تقلبي كده، بصي كل التكتلات دي، بصي اللي في الدقيق لو عندك مضرب اللي هو المضرب العادي قلبي بيه. المهم انت بالظبط ايه ما بتخليش الكتل اللي في الدقيق دي، لو عندك نشا قديم اعملي بيه، عندك دقيق قديم اعملي بيه مش مشكله. بصي اهو، بصي ما بقاش في اي تكتلات، بصي بقى عادي مش اي حاجه. تعملي ايه بقى؟ بتجيبي طبعا الكيس اللي انت عملتيه، بصي خلاص كده الكيس اللي في البطاطس ده بتستبعديه خالص، خلاص بنرميه. ونيجي هنا كده بصي بنقلب البطاطس، بس لازم بصي بعيد خالص،
بعيد عني. مستحسن لو تلبسي كمامة، لأن هو بيبقى فيه أبخرة جامدة. بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي قلبناه جامد. بعد كده اللي احنا حطيناه ده، بصي نحطه عليه. متعمليش اي حاجة، كل اللي انت بتعمليه. يعني انا ما عنديش دلوقتي صابون، طب هعمل ايه مثلا يا ستي؟ معيش فلوس ان انا اجيب، وما اعرفش الكيلو بقى بقد ايه بره. طب وعلى ايه؟ اهو بصي، بصي بيبقى عامل زي الجل بالظبط. تفضلي تضربي كده، تضربي. تجيبي بقى ايه؟ بصي الملح اللي انت حطيتيه. بصي بعد كده بتجيبي السكر. بصي مفيش اي حاجه، بصي بقى عامل زي الجل. حتى اللهم صل على النبي، الملح والسكر بصي بنذوبهم بالعافيه. بصي بقى عامل ازاي. بصي لسه كل ده احنا ما عملناش حاجه. بصي بصي بعد كده بتجيبي كيس الصابون اللي انت جايباه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اي نوع جبتيه، اخضر ماشي، جبتيه اصفر ماشي. اه بصي انا بجيبه تقيل. بصي تقيل ازاي، انا بعرف اعمل ده على فكره، مش صعب ولا حاجه. بص اهو متعمليش اي حاجه، دول كده مع دول. بصي وايه تغسليهم بقى براحتك. بصي بصي الصابون بقى عامل ازاي. وفي الوان عند العطار، لو عايزه تجيبيها وتحطي اللون حطي. بصي انا عملت صابون وما كانش عندي صابون. طبعا عندك بقى ميه. بصي ادي اللتر اللي باقي على فكره، هو لسه كده عايز ميه تاني، بس انا طبعا مش هقدر اشيل الطبق ده لاني تقيل، هيبقى تقيل قوي عليا عشان انا بحط برميل كبير. انا بس بحب اوريكي. بصي ده كده كمان ايه، الصابون بقى عامل جميل ازاي. اللهم صل. بصي بصي الصابون تقيل ازاي، ده لسه كمان انت بتزوديه ميه. بصي وعايزه تلوني، هو كده اصفر اهو زي الفل، وعامل رغاوي جميله. بصي بس مش عايزه عشان الكاميرا. بصي الرغاوي، بصي الرغاوي مليان ازاي. بصي بصي الرغاوي فيه ازاي. بصي ما فيهوش تكتلات ولا في اي حاجه، زي الفل. انت بقى بتقعدي تزودي ميه كتير زي ما انت عايزه. بصي اهو، بصي ايه في منتهى الجمال. وكل ماده تزودي، كل ماده تزودي. بعدين انا اهو بصي دي اتنين ونص لتر ميه بتزودي برضو. بصي بس عشان اوريكي المنظر، بتبقى محتاجة كمان مية تاني، يعني مش ده وبس. وكده عملت صابون من كيلو صابون، ما شاء الله عملت كتير. بصي فضينا برضو اتنين ونص، وعندك اتنين تاني من الاول، يبقى كده اربعة ونص. على فكرة لسه تقيل. بصي ده كله لسه، يعني احنا بنحط مية كتير تاني. بصي بصي اللهم صل على رسول الله. بصي الصابون تقيل ازاي. بصي الكوباية في الرغوة، بصي الرغوة اهي مليان رغاوة. بصي الصابون عامل زي الزيت بالظبط، ما شاء الله حاجه جميله، جميل جميل يعني ما شاء الله. بصي بصي الصابونه تقيل، بيغسل ويخلي الايد زي الفل، كمان بيلمع ايديكي. انا كده حطيت اربعه ونص ميه، هحط بالظبط تاني قدهم، ولو احتاجوا تاني هحط.
بصي من كيلو صابون وفري وفري بيتك. بصي ما فيهوش تكتل، بصي زي الفل اهو. حاجه بتعمليها في بيتك وموفره، هتحطي قد الصابون ده تاني. بجد حاجه جميله جدا، ما فيهوش تكتل ولا في اي حاجه، زي الفل. جميل 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 جميل. بس هوريهولك برضو ايه عشان ايه. بصي بصي الصابون، بصي بصي الرغاوي، بصي الرغاوي اهي مليانه. انا بس عشان الطبق تقيل مش قادره اميلهولكم. بصي اهو، بسم الله ما شاء الله. بصي الصابون والرغاوي، بصي بصي جميل جميل. بصي ولسه هتحطي صابون تاني، هتحطي ميه كل مره، تحطي شويه ميه. يعني انا حطيت 4.5، حطي تاني، حطي 5 لتر ميه. لو احتاج تاني ميه حطي، هو تقيل على فكره مش ميه، تقيل جدا. بصي الرغاوي وبعدين بيغسل زي الفل ونعم الايه. بصي اهو، بصي لسه هو محتاج ميه تاني، هتحطي له ميه. من كيلو صابون كيلو هنعمل 15 لتر، يعني دول بالظبط يعملوا 15 لتر. حطيه اللهم صل على النبي، طلع لك 15 لتر صابون في منتهى الجمال، حاجه كده من الاخر. بصي حاجه من الاخر جميل. وعلى فكره بصي نازل اهو، ما فيهوش تكتل ولا في دقيق ولا في اي حاجه، زي الفل اهو. اعمليه زي الفل، جميل وحاجه حلوه مشرفه وموفره. يعني شوفي انا معرفش كيلو الصابون بقى بكام صراحه، انا كمان جايباه من بدري. انا بجيب كده حاجه وبركنها في البيت وعارفه انها هتطلع منها حاجه حلوه، اللهم صل على النبي، يعني حاجه جميله. عايزه تحطي لون حطي براحتك، بس هو على فكره مدي الصفار بتاع الصابون، مدي اللون الاصفر الجميل. حاجه حلوه وجميله وبرغبي وبيخلي لك المواعين زي الفل. ممكن تعمليه بصي تحطيه وتوفري بقى عندك كتير قوي، يعني كيلو صابون بدل ما تغلي بقى البرتقان والقش ووجع القلب، لا اهو كيلو صابون هيعمل لك كل حاجه، يعمل لك اكتر من 15 لتر. عمر بتاع الصابون ما هيديك 15 لتر في كيلو صابون، لا يمكن. طب احنا عملناهم بقى 15 لتر في كيلو واحد صابون، حاجة عسل مرغي زي الفل. بس الرغاوي اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الرغاوي قد ايه وجميلة وحلوة. اقول لكم ايه، يا رب دايما اشوفكم على خير واشوفكم في كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.